بني آدم وينو يشاء مصاحو أنا تكسيو قد بكرين حرية الكلام كاقو أنا كسيو قد بكرين قعنطادو أنا كسيو قد بكرين أفكاقو أنا كسيو قد بكرين وينو جرا سيدا أوغاد اتفاقات كدوني دو قران هشي سيدا دوني دو أي قاردي إنك استو قيب بدن أي كسا ليسان تي أفكار ترهر قلبات كوايا يقا قري دوني دو كالانا ويو صحيح هذا سيدا حقوق الإنسان كيني 1948 لقرأي وكالة حتى نسوق هذا مثلا الأمم المتحدة هي قانون كذا 1976 أي سوى صارتي كصاب سيسنا الاتفاقات الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية هشي سيادة عالمي قاه ايا الله الرماها كصاب سن حقوق دا مدني قاه هي حقوق دا سياسي قاه هذه يقول رأيما كواحا مقاشان أرورادا مدني قاه هي أرورادا سياسي قاه قانونك أي كوا سكوس ليسين ما ددي ستضبي طبنات فقردي سكواد مثلا وحي شيغسة لا يجوز التدخل بشكل تعصفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو بيته أو مراسلاته كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته فقرض كواد اما دد تضبية طبنات اي قانون كدولي قيو يا لا حقوق دا مدني يا سياسي قيو حشيغي يا ما بنانا انسي غير قانونية اما سي حد قدب الله قالو خصوصيات وحيابها قار كي قفولي يا هاي سيدا فام لقيسا اما قوري قيسا اما وراقه سيا قرآن لديسا يا بوستا وحدري ايميل لديسا سيدا عانا يقبنا عانا ينبيد هذا إن لغاق أحد قد به شرفتي سيا سمعديس إذن كل كلام رير عائلة دي أما قري قد أما محالة إذا هذا وراقه سيا مراسلات كيسا أما شرفتي دي سيا سمعديس وحيالة يوام ممنوع حرية الكلام ككما تشيره ما دد اللباطنات مثلا قانون خاص فقرد اللباط وحق ريسة تمنع بحكم القانون كل الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو معادات أو العنف قانون كوح الريب يا بيدا دين باق خاصته وبني آدم كيسنع ريسينية أما عنصرية أبورية أما الديمة حقيرة أيوه وقفك الدين تيسلقو ماغا أيوه أما كان سنة أيوه إن دتك الله مدبك الله صوعه الله يسعو الله يسيوه أما عنف الله يسكو مقون أيوه كون محانو تلمام أيوه وحانو تلمام أيوه إن مركو هرش أيوه ويردن دتك عقلي قوة كبه إحدى حرية الكلام كوين أنو سكما دح بنانين حتى قلبيت كمركا اللي جوه سيدا أوقيت بقانون يهند واحد هذا حق قفك هي حق الجماعة هذا يسكهر يمادان محل يليا قانون يهنا ده قرقد وحلين وين لا يسكت ضيا إن لا يسوافتشيو هديك له حقوق ده الجماعة وين كحق بده تاع حقوق ده فردية ومسألة دود ديد عليه أنت أنا المركع كور من إسلامك هي موقفك وكتاعي هي مسائلك كم حن ربعنا ولي صابن دقه مواقف تبين آدم كو ما أنت كتا غي أمد دوني دا قارة حنرير قلباتك وهي قلباتك وحنا واكتشرانو حقوق بضان بيداتك تشوغ علي كدر درنا واكتشرادتك عقل قود اللي قوكو ميسانيو حقوق بضان ويداتك السيين باكرتا إن الله يأمر بالعدل إن إنو عدالة شاكنا بار نبا أيا لو بهاي حقوق بضان ويداتك وقولي ما تعالى دولال بدن عالم كمان تكمل دنا قلبت كو كحقوق بدي يدتك الدقني لكن مسائل باشرة يجونا قلبت كلفتي سنة مرنكة تاجيي دوني دتك كلا كنا لي ديما هكلنا يا آت سقل عون جوي غيان ويا وصبابا هبال غيا بابا درس كأنم كو صاد دراي موضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين موضوع النبي محمد لك قوى الرمي
مؤتمر لو قبطي بين وحين كغا دحودنا حريه الكلام انو كغا هادلنا تاريخ دا مركان ديب اوو نوقونو قرون الوسطى تاريخ دا يورو مركان ديب ايغو يو حريات كيدا سيدا موسوعات كقاركود اي قريان الموسوعه الحره مثلا ويكيبيديا موسوعه لا يداهدو وحاي قريسا تلماميسا قرنية دي دحبة يداهدين ايا وحا كدع اي ودن كإنجريس كثورة دبتنا وحا لرده بغر كي لورن شري جيمس كاللباد ايا لرده جيمس كاللباد مركي لرده كن لح بغلية سيدة دي سيدة تنكي ايا وحا لدورتي بغر عصبه اللي دادا ويليام كي سدحات ايا ماريا قبر اللي دادا ايا بغر يا بغر الله دورتي إنجليز كعرش جيسي كفر استي سنة كا ثورة دي وحي سببت مركي بغر كي هرال الردي بغر عصب لساري وحي سببت إن قانون عصب ودن كا لقصو ساري إنجليزي وشيغي حرية الكلام في البرلمان ما ها في سوق قانون عصب مركا إنجليزي وقرأي وشيغي ضدكو مركا إي برلمان كفرديان إني حريهين وحي دونان إني كوه الله بيش وحي تعالى وقت يا وحي كوريي ان يوروب حرية الكلام برلمان ما يقولين ميل كلام ما يقولين دولة دي وجوه الرئيسة يوروب يا مركب برلمان كأوغلاتين حرية الكلام لا أوغلاده أو برلمان كنحديسة ودت كل حضانة كل هذا كره وأودن كإنجليز بوها مدة صراعية لجدن كي مركو الدنيا كسر عليك غير قلبات فرانسيسكو كنت ضاب غالية سجالي سديت إن كي مركي ثورات كي سيدعين أي كن يتضاب غالية سجالي سديت إن كي وحصاص على فرانسيسكو عقب الثورة دبديد إنه قفك مواطن كاهي أولي هي حقه حرية الرأي والتعبير كي هري قانون كمر إنجليزي حسين إنك برلمانتيريا كا فرانسيسك الثورة دي سوى حي أوغلاتي إن لسيوم حي شعبك وقفك مواطنين حر النقضة حرية التعبير مرايكا كيسيقا مركا نقود ابنه وقتك وقت كده دو ايا اللي اسكد يي ان مسألة التانية نددك الله سيئو كنت ضواب غل يا لحية تضباطنك يا كنت ضواب غل يا سداد يا تضباطنك ايا الدستور كالوقو قري مادا وابا كتشرتي حرية الرأي والتعبير لكن مدد بدأت مركي اللي سيئ مرايكنكو مادا دا هدانا كنت ضواب غلية سداد يا سقاشنكي ايا لغا سارة ووحا الله اركي يعني سيئ لغا سارة وحا الله اركي دولة فدرال كا هداد معارض كن نغطوه وجريم قانون كو كو عقابي فدرال قبرمنت كا هداد معارض كن نغطوه وحي نغطوه جريمة دنبي كرايم لا يسكو عقابا ايو نغضي ايه دا وحي نكالوغن مرايكان كوشاقو ارمك غارو كالينو لها يو اها حريات كايناني كسي نايم بان ننك مدو ايه ننك عاديني كالو حريات هاي يوروب قرن نجي سقالي طبناد مركا لسو غارو الا قرن نجي لباتناد با فيلوسوفية دو وحي آدو فافيين و آدو غهد لين مسألة دا سكو صافسن حرياتك نمنك آتك وغهد لي وحكمي ده جون ستيوارد ميل ننكي لورن شري فيلوسوف كاها ايدي نوسيقس ايدي سباني ترين نولا ونمنكي كوبا قيي حرية التعبير قلبيتك وغوبا قيي لكن مركزتو حرية التعبير لشيغة بس سؤال بل لي سويدين اياه محا حد اه حد كيبي تشوك سنسا إنه قف كوح الضوانة كوح الله جون ستيوارت هي كو حديث وحيو أركان حد إنه يهي إلحاق الضرر بالغير عدة كلام مركا إنه غطاء إنه نبقار سين إسا إنه حرية دو استاكته لكن سؤاشي وقت قاس بلابان تي فلاسفة الرير قلبي داي بلابان وحي نغطى ما هو الضرر هدبا محال أورانا يوار نب أيا قفك قاريسه قيمة انت الضرر كوحو نغضي وحي اسكو خلاف سيين مجتمعاتكو يددكو إساقا
جون ستيوارد iyo kooxdiisa waxay qabaan wixii cidhib xumi dadka intiisa badan ay kaga imanayso ee fikrad iyo camal ah cidhib xumi wixii ay kaga imanaysa inuu gayru akhlaaqi yahay in la faafiyo laga hadlaana aanay fiicnayn ama cagsigu inuu caadiyay marka isagu wuxuu ka soo jeedaa culammada akhlaaqiyiinta leh waxa xun iyo wax xasan taa maaha buu leeyahy waa waxa manfaco badan iyo waxa manfaco yar sidaa awgeed baa waxaa la leeyahay matalan in been maxkamadda horteeda laga sheega ma faa'iida ku jirta mise kuma jirto muranku wuxuu qaa'im ilaa hadda ku yahay haddaynu idhaahno xoriyatu lqowlku waxay ku xadaysantay alisaa'a wadarar xumayn xumo ama xumo sheegid iyo qof kaloo dhib la gaadhsiinayo ma ku jiri kartaa rumuusta diinigii matalan rumuusta diineed ee dadku ay eegtaan ma ku jiri karaan kuwaa mise kuma jiri karaan yurub markaad masaa'ilkaa eegto waa masaa'il muran badan ayuu ka taagan yahay laakiin aan qawaaniinta yurub qaar ka mida idin tilmaamo matalan qawaaniinta yurub in badan oo ka midi waxay u aragtaa alisaa'a liddiin diinta oo xuma laga tilmaamaa inay tahay camal khilaafsan oo maxaa ka mid ah matalan artikalka 188 ee qaanuunka namsa austeria qaanuunkeedu masaladaasi wuxuu ku tilmaamayaa alisaa'a liddiin inay camal mukhaalifa ku tahay qaanuunka artikalka 15-aad ee qaanuunka jinaa'iga finlanda wuxuu tilmaamayaa inuu qaanuunku mamnuucayo artikalka 166-aad ee qaanuunka jarmalku wuxuu tilmaamayaa inay masaladaasi mamnuucday artikalka 174-aad ee qaanuunka hollandiisku wuxuu tilmaamayaa masaladaasi inay dembi tahay artikalka 525-aad ee qaanuunka isbaanishku wuxuu tilmaamayaa masaladaasi inay mamnuuc tahay qawaaniinta maraykanka iyo ingiriiskana waxyaabo la midaba ku jira laakiin marka ay timaado qaanuunka iyo marka ay timaado sida loo dabaqo ama loo sharxo ama dadka loo fahamsiiyo waa masale kale aan tusaalayaal bixiyo waddan kasta matalan faransiiska faransiiska qaanuunkiisu wuxuu mancinayaa qoraal kasta ama war kasta oo kor loo yidhaahdo oo abuuraya xaqdi iyo necbaanshiiyo ku salaysan asbaab diiniya ama ethnika cirqiya qaanuunka faransiisku matalan wuxuu mamnuucaya xaqiiqadii waa siduu u qoran yahay xaqiiqadii gumaadka yuhuudeed ee jarmalka ka dhacday ciddii ka hadasha ama se dafirtaa inay dembiile tahay yacni markaad france joogto xaq uma lihid inaad tidhaahdo yuhuuddii jarmalka lagu laayay matalan waxaasi wax jiraan haddaad tidhaahdo ma jirto qaanuunkaa ku qabanaya qaanuunkaa ku qabanaya dembiilaa tahay sidaa awgeed ayaa qaadigii faransiiska ahaa waa kii ku qaaday tuhmadatan filosofkii la odhan jiray roger garudi